تفاصيل النشرة. قال الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز إن البلاد ستشهد استفتاء عاجلا، لكن لا بد قبل ذلك من توفير الآليات والأرضية اللازمة والسعي إلى إشراك الجميع. وأضاف العبد العزيز في رده على سؤال لقناة المرابطون على هامش زيارته لمقاطعة بيكة لحواش أن الدستور ستجري عليه تغييرات فيما يخص حل مجلس الشيوخ، معتبرا أن ذلك من حق الرئيس. ولا يخلق استفتاء إن شاء الله عاجلا، متباركين معه، رغم ما قدروا لنا الصبح هم عادين استفتاء، لابد لنا نوفروا الآليات ونوفروا الأرضية اللازمة ونحاولوا كان نشاركوا الجميع، نحاولوا كان نشاركوا. أولا على كل حال التاريخ اللي نقدر نعطيك هو عودنا على 3/4 إن شاء الله، لابد لنا نعدلوا حوار وطني والله، اجتماع وطني والله، سموه اللي بغيتوا سموه والله، تشاور وطني والله، حشد وطني اللي بغيتوا. المهم عن الموريتانيين يشاركوا، اللي منهم سياسي واللي منهم مهتم بهذا البلد وقابل يشارك وله مشارك نظام مشارك مستقبل البلد، عندنا نعدلوا حوار، ومن خلال الحوار راح نقرروا قدر من الامور، وفيهم وهذا حق رئيس الجمهوريه ودستوري، ان يخلق فيه تغييرات في الدستور، ولا يخلق تغييرات في الدستور متعلقه بقضيه مجلس الشيوخ اللي راجل عن الشعب الموريتاني يتجاوب مع نية الرئيس فيه عنه ينحل تماما. وقال الرئيس الموريتاني إنه ليس مقتنعا بأن موريتانيا تحتاج نظاما برلمانيا، معتبرا أن جماعات سياسية تستورد الأفكار من الخارج هي من تطرح هذه الفكرة، مؤكدا رفضه لذلك. أنا مقتنع عن موريتاني فاصلة نظام برلماني، ماني مقتنع بها انا من راسي، وبالتالي ما نقدمه، واذا قدم له نطلب الشعب الموريتاني اللي يسمع لي منه يدفع زائد 50% على قد انه ما يصوت عليه. ما وهذه الفكره ما هي جايه من عندي، فكره جايه من عند الجماعات السياسيه اللي كانت كيف تدي تستورد دائما الافكار اللي تجي من الخارج. نعطيك لها مثال، منين نجحت هذه الفكره في تونس ونجحت بصفه مؤقته راهي، لان يعني تراجع على كامل عدل فهم نظام برلماني في تونس، تعرف على النتيجه اللي هي ليبيا نفس الشيء، ما نعرف اي برلمانات حاكم، وبالتالي هذه فكره نحن ما تصلح لنا بعد، اذا قد عاد صالح الخارج موريتانيا ما هي صالحه له. على كل حال الحكم الحالي والرئيس والحكومه والشعب والحزب الاحزاب اللي مساندين على المهم ينشروا الاتجاه. هذه الفكره قد طرحت هذيك الجماعه اللي تعرف وتراجعت عنها، ما عرفت عنها ما لا تصالح، وعاد تقول عنها عليها عدلوها كانت عسر خارج. انا ماني رئيسي في الدوله الفلانيه، وذاك الشخص اللي يقول عنه لا يعود وزير الاول، ما هو وزير الاول.